لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. يواجه فريق الرجاء الرياضي مستضيفه نادي نهضة الزمامرة في مواجهة قوية بين الفريقين برسم الجولة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية. ويسعى فريق الرجاء الرياضي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد خصمه نهضة الزمامرة لمواصلة الصراع على لقب الدوري هذا الموسم، حيث تشهد البطولة الوطنية صراع قوي بين مجموعة من الأندية. ويحصل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة نادي الوداد الرياضي المحتل للمركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما يحصل فريق نهضة الزمامرة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة حسب ترتيب جدول البطولة الوطنية. وسوق مباراة الرجاء الرياضي ومستضيفه نادي نهضة الزمامرة يوم الأحد 2 ماي انطلاقا من الساعة 10 ليلا على أرضية ملعب المسيرة الخضراء، وذلك برسم الجولة الرابعة عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة، المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية.